بتجيلنا ساعات أسئلة كتير من سيدات بيعانوا مر المعاناة والأمرين من فكرة إن الزوج لا يغتسل أصلا، ولا بعد ولا قبل. ويعني بتبقى عايشة قرفانة ومتضايقة وكذا، ده حكمه إيه؟ وإنه بعد الجنابة في ناس ما بتغتسلش بجد وتلبس وتنزل وتروح شغلها وتمشي وتروح وتيجي وكده. فطبعا احنا يعني احنا بالنسبه لنا ده شيء مش وارد، انما في ناس عندهم ده وارد بيعملوا كده، فده حكمه ايه؟ هو طبعا الجنب الذي هو في جنب، معنى كلمة جنب يعني بعد، لازم يبعد. ده باعد خالص، يعني انت في جنابة فما ينفعش لا هتمسك مصحف لا هتقرا قرآن لا هتدخل مسجد لا هتمر من مسجد مرور حتى طب مش مثلا هتصلي. دول ما بيصلوش مثلا، انا بقول لحضرتك، وفي ناس على فكرة ما بتصليش، بس يعني عارفة انه في حاجات في حاجات يعني ما معينة. بتصليش كسل او مش عارفة ايه، بس عارفة موضوع الجنابة ده لا يمكن، يعني لازم يغتسل. ده شخص خارج نطاق الطهارة، يعني خارج نطاق الطهارة، والشخص ده هتلاقيه قلبه مش طاهر، مستحيل يكون قلبه طاهر، عشان تبقى حضرتك بس عارفة، لأن طهارة الظاهر تؤثر على طهارة الباطن. يعني هو لما النبي قال في الحديث كده، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هيبقى فيه وسخ على جسمه؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات، طب ما هي الصلاة لا تصح إلا إلا بالوضوء، بالطاقة. يعني لازم أتوضأ يبقى فيه طهارة. يبقى ده معناه إيه؟ يبقى ده معناه زي ما حضرتك قلت في المقدمة، إن الوضوء بيعمل طهارة الظاهر والصلاة بتعمل طهارة الباطن، الاتنين مع بعض. طيب لو ما فيش صلاة وهيتوضأ بس، فالطهارة دي الوضوء ده بيؤثر على طهارة الباطن. طيب لو الإنسان بقى ما عندوش الكلام ده، طهارة الظاهر، هيبقى أكيد الباطن ما فيش فيه طهارة، يعني اكيد الباطن هيبقى فيه حسد فيه حقد فيه غل فيه كذا فيه كذا فيه حاجات كتير قوي، لان الانسان اللي هو غير ده لا انسان غير يعني نظيف. هل انا دلوقتي واحد على جنابة ونزل وخرج واشتغل وعمل وكده، ده حكمه ايه يعني؟ آثم هو طبعا، ده انسان آثم لانه انسان خالط الطاهرين، يعني حضرتك فاهمه، ده زي القصه اللي ربنا عاملها فينا دلوقتي اللي هو الكوفيد 19 ده، ما هو يعني شوف لو انسان عنده انه ما ينفعش يعني لازم خالص يتعزل. لازم ما ينفعش. يتعزل، فهو الجنابه زي كده، هي هو يبدو ان ربنا سبحانه لما راى الله في الناس اللي حضرتك بتقوليه ده، فراح قال لهم طب انا هجيب لكم حاجه تخليكم تتعزلوا غصب عنكم، فده نوع من انواع العزل. فالجنب يعني معزول، يعني انسان ما ينفعش يخرج من اوضته حتى، يعني ما ينفعش حتى يخرج من اوضته كده ويروح ويمشي بين اولاده، لا لازم انسان يغتسل الاول، لازم يخلص المساله وينتقل الى، وهكذا كان فعل النبي عليه الصلاه والسلام. بس طبعا الكلام ده وهي بيهتم مسماه بيه. بالحدث الاكبر، ايوه ان هو لازم يغتسل من الحدث الاكبر. يعني ايوه حضرتك بتقول حتى ما يمشيش كده في وسط ولاده، يعني لازم يكشف من نفسه ايوه ان هو على حدث اكبر اكبر وانه لازم ينضف. ايوه بالظبط اعتقد كده، كده دي يعني. مساله، هي مساله ليس فيها يعني ما فيهاش نقاش، انما الشخص اللي هو يعني اعتاد ان يبقى مش نظيف، طبعا يحق لزوجته ان تطلب الطلاق منه لعدم نظافته، هذا حق شرعي لها اصيل، لان كما ان المراه تتزين لابد الرجل ان يتزين، لازم يعني ما ينفعش واحد بقى عرقان وريحته وحشه وكذا 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 للأسف ويجي للأسف يقترب من بتجيلنا زوجته. أسئلة كتير قوي قوي نعم. كده.